إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى كشف الله به عنا الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، فإننا تعودنا في خطب سابقة وتحدثنا كثيرا حول معاني الإيمان، وعن أول ما اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم من معاني الإيمان، كالإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، الأسماء والصفات التي منها ما يحببك من الله كاسم الودود والغفور والرحيم والعظيم والجميل وغيرها من الأسماء، وكذلك الأسماء التي تزيد من رجائك في رحمة الله عز وجل كالرحيم والغفور والتواب والأواب، والودود الغفور الودود الذي يطلب منك أن تستغفره عن محبة، غفور ودود. وكذلك من أسماء الله عز وجل ما فيها حديث عن سخطه وغضبه ومقته على من خالف أوامره وكفر به وآذى الناس وظلم وفسق، فهذه من أركان الإيمان بالله عز وجل ومن أسسها. وكذلك اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بيوم الحساب، وأن كل إنسان سيسأل عن مثقال الذرة، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالجنة وتفاصيلها ليزداد لها المؤمنون شوقا وعملا، وتحدث عن النار وتفاصيلها ليزداد منها المؤمنون فرارا وهروبا. كل هذه من أركان الإيمان وأسسه، لكي يكون الناس أكثر وأسرع امتثالا إلى أوامر الله عز وجل، فإنك كلما كنت بالله أعرف كنت منه أخوف، وكنت له أكثر محبة ورجاء. فمعرفتك بالله وازدياد إيمانك ينبغي أن يكون أثره على عملك وفعلك وامتثال طاعة ربك، هذا هو الإيمان. وإلا فلن ينفع الإنسان قوله أنه مؤمن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فقولوا أنك مؤمن لا يكفي إن لم يكن عندك امتثال لأمر الله عز وجل. وهذه مقدمة أسوقها بين يدي الموضوع الذي سأتحدث عنه، لأنه موضوع يرتبط ارتباطا مباشرا مع الإيمان، ويخص كل شخص فينا، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى. هذا امتحان بينك وبين نفسك، إن كنت مؤمنا حقا فهل سيرسخ هذا الموضوع في نفسك فتذهب بعد الخطبة وبعد هذا اليوم بعد أن تسمع هذا الحديث تطبق ما سأقول؟ إن كنت مؤمنا حقا ستفعل، وإن كنت ضعيف الإيمان فإنك ستكسل، وهذا امتحان. والله عز وجل يختبر المؤمنين بالأوامر الشرعية، وكم اختبر الله عز وجل الصحابة بأوامر فيها مخالفة لأهوائهم وشهواتهم ليمتحن هل هم مؤمنون حقا. أحسب الناس أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون؟ هل يظن ظان أنه سيقول لله يا رب آمنت بك ثم يكتفي بذلك ويزعم أنه من أهل الجنة؟ لا، سيفتنه الله عز وجل، أي سيمتحنه، سيختبره، سيرى عمله، سيرى هل يمتثل أم لا. الموضوع الذي سأتحدث عنه
هو عن فريضة الحجاب على المسلمات، وهو فريضة وواجب، وهذا مجمع عليه عند كل أهل العلم، لا يوجد مخالف يقول أن الحجاب مستحب. أطبق جميع الصحابة والتابعون وتابعوهم والفقهاء الأربعة والفقهاء الذين اندثرت مذاهبهم والفقهاء حتى يومنا هذا على أن الحجاب واجب وفرض على كل مسلمة بالغة عاقلة، بل وغير العاقلة يجب عليها يجب على وليها أن يحجبها، لأنه مسؤول عنها ولما يترتب على كشف عورتها من الفتن والمفاسد. فأقول وبالله أصول وأجول، سأتحدث بالأدلة الصريحة من القرآن والسنة وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات من قول الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل ذلك لابد من مقدمات مهمة. ما معنى الواجب والفرض؟ أهل العلم فسروا هذه الكلمات عندما يقول الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها، ما معنى الفرض؟ وعندما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل. إذن ما معنى الفريضة؟ هي كل أمر أمر الله عز وجل به في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب وإلزام، مش أمر استحباب. كل أمر يأمر الله عز وجل به أمر إيجاب وإلزام، بحيث يأثم من ترك هذا العمل ويتوعد بالعذاب والعقاب على تركه. هذا هو الواجب. كل عمل أمر الله عز وجل به أو توعد بالعقاب على تركه فهو واجب، واجب إلزامي على كل مسلم ومسلمة، والحجاب كذلك. ونأخذ بعين الاعتبار أيضا أن الواجب، فعل الواجب كما قرر أهل العلم خير من فعل المستحب، ولهذا قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني إذا أردت أن تسأل أيهما أفضل، الحجاب أم قيام الليل؟ الحجاب أفضل. نحن نتحدث عن الأفضلية، كله خير، ولكن أيهما أفضل، الحجاب أم كثرة ذكر الله والأخلاق؟ كلها من الأمور الفاضلة، والحجاب فريضة، إذن فهو من خير الأعمال وأحبها إلى الله. الأمر الآخر، إثم من ترك الواجب، أي واجب، ترك صلاة، صيام، زكاة، حجاب، بر الوالدين، أي أمر فيه وجوب، من ترك الواجب إثمه أكبر ممن فعل الحرام. من ترك الواجب إثمه أكبر ممن فعل الحرام. يعني ترك الصلاة والزنا وترك الصلاة والصيام والحجاب وغير ذلك من الفرائض أعظم في الميزان يوم القيامة من أن ترتكب الزنا أو تشرب الخمر. وهذه القاعدة كررها الإمام ابن القيم وساق عليها 20 دليلا في كتاب الفوائد، وليس هذا مكان سردها، ولكن هذه قاعدة شبه متفق عليها عند أهل العلم، ترك الواجبات أعظم من فعل المحرمات. ولهذا علينا عباد الله أن نركز ونشغل أفهامنا وذاكرتنا، نحتاج الذاكرة في هذه الخطبة، لأني سأسوق أكثر من 11 دليلا على وجوب الحجاب. احفظ دليلا واحدا وافهمه فهما جيدا، ثم اذهب وحدث به أهلك، وادعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وقولوا لهن قولا لينا لعلهن يتذكرن أو يخشين. استعملوا اللين، واستعملوا الرفق، واستعملوا المنطق، واستعملوا العقل، واستعملوا كل أساليب الدعوة. هذا واجب على كل مسلم، يعني قيم على نساء، سواء كان قيما على زوجته، على بناته، أو إن كان أبوه ميتا فهو قيم على أمه ينصحها ويرشدها. أما الأدلة، فأول دليل يقول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، ثم عدد محارمها. والآية طويلة، وهي آية 31 من سورة النور. أين وجه الدلالة على أن هذا فعل يقتضي الوجوب؟ نبدأ من عند أول السورة، سورة النور، سورة ابتدأها الله عز وجل بقوله سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إذن فكل أمر ستسمعه في هذه السورة فهو أمر فيه فريضة، فقوله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن أمر للفريضة مش مستحب،
أمر واجب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الضرب في اللغة وضع الشيء على الشيء، الشيء وشده، ضرب ثوبه على ثوب يعني وضعه وشده عليه، فهو يعني الوضع ويعني الشد. وليضربن بخمرهن، والخمار غطاء الرأس، ولهذا سميت الخمرة خمرة لأنها تغطي العقل الذي مكانه الرأس، وهذا عند أهل اللغة معروف، والقرآن قرآن عربي مبين، وهذه كلام كانت تفهمه العرب، لدرجة أن الآية لما نزلت لم يحتج أحد إلى تفسيرها، طبقنا الصحابيات ما أمرنا به. وليضربن بخمرهن أي بغطاء الرأس على جيوبهن، هذا هو الجيب وهو النحر، مش الصدر، الجيب، هذا النحر موضع القلادة. وكان تبرج الجاهلية كما سيأتي أن المرأة كانت تضع الخمار أو أي حجاب، كانت تضعه وضعا خفيفا على شعرها ثم تسدله إلى الخلف، يعني كان يغطين شعورهن، حتى في تبرج الجاهلية الأولى كان يغطين شعورهن على الرأس ثم يسدلنه خلف الظهر. الذي أمرنا به أن يشددنها على الشعر بحيث لا يظهر الأقراط ولا تظهر الأذنان ولا حتى يظهر الوجه، وقيل ويضربن بخمرهن على جيوبهن، لن يتغطى الجيب إلا إذا مر على الوجه. وهذا من أدلة الذي يستعملها الذين يقولون بأن النقاب واجب، وليضربن بالخمر على الجيب، كيف سيكون الخمار على الجيب بدون المرور على الرأس على الوجه؟ وهذا دليل من الأدلة. قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح، يرحم الله نساء المهاجرات الأول، المهاجرات، لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكثف مروطهن، والمروط من الأثواب التي في الإزار، يعني كنا يلبسن الثياب الطويلة يعني أقدامهن مغطاة، فمررتن من هذه الثياب ثم شددن خمورهن على وجوههن فاختمرن بها أي غطين وجوههن. شو الدليل؟ في رواية أخرى لعائشة رضي الله عنها، فانقلب رجالهن إليهن يتلون ما أنزل فيهن. هذا دوركم إن كنتم تحبون الصحابة فهذا امتثال وهذا تشبه. فانقلب لما سمعوا هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلب رجالهن إليهن يتلون ما أنزل فيهن، ما منهن امرأة، يعني كلهن، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مروطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. شو يعني معتجرات في لغة العرب؟ يعني في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتجر، اعتجر عند دخوله مكة، فتح مكة، يعني وضع العمامة على رأسه غطاها ثم لفها على وجهه، هذا هو الاعتجار. وهذا سمي العجار غطاء الرأس والوجه، وقيل غطاء الجسد كله. ولهذا قال سعيد بن جبير من التابعين، وليشددن، يضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وقال الإمام ابن الجوزي المعنى، وليلقين مقانعهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، الشعر والقرط والأعناق، هذا على قول من يقول بكشف الوجه. وقال جلال الدين السيوطي، أن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور والمقانع. هذه أول آية. ولهذا قال الله عز وجل في نفس الآية، هناك دليل داخل هذه الآية، يقول الله عز وجل في آخرها آية 31 في سورة النور، يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت عادة النساء أنها تحط الخلخال في رجلها. الله عز وجل ينهى النساء عن ضرب الأرجل مشان يصدر الصوت، صوت الخلخال المخفي، صوت الخلخال المخفي. والله السؤال هسه بينك وبين نفسك، أيهما أشد فتنة وإثارة لشهوة الرجل، صوت الخلخال المخفي ليعلم ما يخفين من زينتهن، أم تبرج المرأة وتعريها وكشف شعرها وسشوارها ومكياجها وكل ما يتبع ذلك من مكياج على الوجه وتفصيل للجسد باللباس الضيق جدا؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا حجاب؟ والأشنع ذلك أن تكون قد تحجبت رأسها وكل جسدها شبه عاري، هذا ليس من الحجاب في شيء، وهذا تبرج. وفي الآية دليل آخر، أن ما يخفين من زينتهن دليل على تغطية الأقدام، إذا كان الخلخال مغطى إذن فالقدم بالتالي مغطى، مغطى. ولهذا استدل أهل العلم على أن الجلباب أو الحجاب أو الخمار يجب أن يغطي جميع الجسد حتى الأقدام في هذه الآية. الدليل الثاني وباقي الأدلة أسوقها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين، استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدليل الثاني برضو من سورة النور، يقول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن بعض ثيابهن. القواعد هن اللاتي تقدم بهن السن فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد، يعني الكبار في السن اللي قطعن 40 و50 و60. قواعد من النساء فليس عليهن جناح أن يضعن بعض ثيابهن. هذه الآية كيف فسرت؟ أن يضعن بعض ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. قال عاصم الأحول: قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، تنقبت يعني غطت وجهها، فنقول لها، وهي اختيار يعني كبيرة في السن، رحمك الله. قال الله تعالى: والقواعد من النساء، وساقوا لها الحديث الآية. قال: فتقول لنا أي شيء بعد ذلك، يعني لما قالوا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ولم يكملوا الآية، فقالت لهم: كملوا الآية. فقالوا: أن يستعففن خير لهن. فتقول: هو إثبات الحجاب، يعني هي ظلت على الأفضل. هذا في حق من القواعد من النساء كان معها الحق أن تكشف عن وجهها وهي عجوز. إذن فبالتالي من لم تكن من قواعد النساء فما الواجب في حقها؟ أن تغطي جسدها ووجهها. الدليل الثالث، يقول الله عز وجل، وهذا دليل يعني غير مباشر ولكن هذا يعني يحتاج إلى منطق وعقل: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لو كان الحجاب غير واجب ثم أمر الناس والرجال بغض أبصارهم عن النساء، هذا فيه مشقة وكلفة، وكأن الله عز وجل يطلب من المؤمنين ما لا طاقة لهم عليه، وهذا سوء ظن بالله. هذه الآية غض أبصار الرجال عن النساء فيها أيضا إشارة إلى أن النساء أيضا يجب أن يحتجبن عن الرجال، وليس فيها فقط يعني الأمر المباشر للرجال بغض البصر. الدليل الرابع، قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. في الأول قال وكل المؤمنات، والآن قال ونساء المؤمنين. لهذا أنا ابتدأت الخطبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل على الإيمان، لأنها لن تقوم بهذا الفعل، لن تحتجب المرأة الحجاب الصحيح إلا إذا رسخ الإيمان في قلبها، لأن النفس تطمع إلى الحرية، تطمع إلى أنها تعيش حرة في جسدها، هذه نفوس الناس. ولكن الإسلام جاء ليضبط هذه النفوس بالقيود الشرعية والأحكام الربانية. وهذه الآية رد على من يقول إن الحجاب كان واجب فقط على زوجات الرسول. هذه الآية قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، كل نساء المؤمنين يعني، يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب في اللغة تغطية الجسد كله، يدنين، وقيل الإدناء هو إدناؤها من الرأس على الوجه وستر الجسد كله. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار. عائشة في الحديث السابق قالت خرج يرحم الله نساء المهاجرات، وأم سلمة تصف الآن نساء الأنصار. انظروا إلى سرعة المبادرة، منذ أن تنزل الآية سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كأن على رؤوسهن الغربان من الأكيسة، من شدة ما لفين حالهن وغطينا في أفسهن كأن على رؤوسهن الغربان، غراب جمع غراب، من الأكيسة. وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى قوله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن هو الأمر بتغطية الوجه، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس فإذا أدني ستر الوجه. وقال الإمام القرطبي، وهو إمام في اللغة وإمام في التفسير، قال: الجلباب ما يستر جميع البدن، وهو ما صححه الإمام القرطبي وهو إمام في اللغة كما قلنا. الدليل الخامس، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والمتاع هو الشيء القليل، يعني حتى لو كان الأمر على حسب الحاجة، تريد أن تطلب من امرأة أجنبية عنك أي شيء فليكن على حسب الحاجة، والمتاع هو الشيء القليل. ومع ذلك رغم أنه هذا سؤال سريع عابر من وراء حجاب، يعني يجب أن تحتجب المرأة على الرجل حتى لو كانت تريد أن تطلب منه شيئا من أمور الحاجات. الدليل السادس، قالت عائشة رضي الله عنها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أي من العتمة. صلينا الفجر بس شو، مع أنه الدنيا عتمة بكشف أضواء زي اليوم،
متلفعات بمروطهن، أي متلففات يغطين أبدانهن ورؤوسهن. الدليل السابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجال، ونحن محرمات، يعني هذا في أثناء الإحرام، وأثناء الإحرام أمرت النساء بكشف وجوههن أثناء الإحرام، ولكن لما كان يأتي الرجال الأجانب كما تقول عائشة، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. الحديث تحدث عن الوجه بشكل صريح، جلبابة من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، يعني لما يروحوا نكشفه للحفاظ على الإحرام. فإذا كان الأمر أثناء الإحرام مأمورات أن يكشفن وجوههن، إذن في غير الإحرام مأمورات أن يغطين وجوههن. ولهذا لما كان يمر الأجانب كانت تغطي إحداهن وجهها. الدليل الثامن وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. الدليل التاسع قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهنا يفسرون معنى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال مقاتل بن سليمان وهو من المفسرين: والتبرج أنها تلقي الخمار عن رأسها ولا تشده، يعني تحط الخمار على رأسها ولا تشده. فكيف حال المتبرجات؟ كيف حال المتعريات؟ كيف حال أعراسنا اليوم؟ كيف حال شوارعنا؟ كيف حال المحلات والتجارة والأسواق؟ كل هذا كيف حاله؟ كيف حالنا أثناء الرحلات؟ نبقى في البلد محجبات وبرا في الرحلات يخلعنا الحجاب. يعني الله عز وجل يطلع على البلاد المسلمة ثم لا يطلع على البلاد الكافرة؟ الإنسان مكلف طالما أن فيه روح ويتنفس. الدليل العاشر قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وزي ما قلنا تعريف الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. ما هم من هما هذان الصنفان؟ ذكر منهما صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، لم يقل عاريات بل كاسيات، ولكن كسوتهن لم تحجب أجسادهن، فأصبحن كاسيات عاريات مثل المحزق والضيق من اللباس أو الشفاف أو الذي مع الريح يفصل جسد المرأة، كل هذا مما يدخل تحت كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طبعا لا يدخلنها إذا كنا مسلمات وفعلنا هذا الفعل، لا يدخلنها ابتداء، يعني في عذاب، متوعدات بالعذاب قبل دخول الجنة. الدليل الحادي عشر قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. كانت هذه عادة عند الرجال إنه يرخوا أثوابهم يجروهن وراهم من باب يعني التباهي والخيلاء والكبرياء. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ يعني بعض النساء كان يرخين يعني أثوابهن من الخلف، كيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا، يعني يطولن شبر، والشبر هو ما بين الإبهام والخنصر. هذا أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. قالت: تنكشف أقدامهن. انظر إلى العفيفة أم المؤمنين، خايفة أن تنكشف أقدام المسلمات المؤمنات. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وهذا دليل واجب على إرخاء الذراع لكي لا تنكشف القدم. فكيف بالوجه؟ أيهما أشد فتنة، الوجه أم القدم؟ فيا عباد الله، هذه أدلة أسوقها من القرآن والسنة، ولكن هناك بعض الأمور قد تدعم. أثبتت بعض الباحثات، أجنبية هي وهي أنثى أيضا عشان ما يقولوش أنه إحنا ذكوريين، أثبتت أن تبرج المرأة يعتبر تحرش بيولوجي أول في الرجل، ثم إذا تحرش بها الرجل يعتبر متحرش ثاني. يعني من الذي يبتدئ العملية؟ المرأة المتبرجة. طيب هل هذا تبرير؟ يعني يعني المتحرش يروح يتحرش؟ لا، خطأ. هذا حاله مثل حال رجل دخل حانوت ترك سيارته مفتوحة، الشبابيك مشرعة والسيارة مكدوحة ومدشرها، فات على المحل، أجا حرامي لكاها فرصة فركب السيارة وطلع. من يأثم؟ اثنين، لأنه هذا أعطى الدافع، إنه ترك سيارته ولم يحافظ عليها ولم يقفلها، أعطى الدافع لهذا المريض، مريض القلب الذي يريد أن يسرق، بأنه يذهب فيسرق. وكذلك المرأة إذا كانت متبرجة هي بتعطي الدافع للمتحرش مريض القلب إنه يستغلها، سواء بالتحرش أو بفتح كلام ومحادثة معهم، والتحرش مش بتحرش مباشر،
المرأة إذا لم تضبط نفسها الرجال يأتون ويتكلمون وبأخذوا وبيعطوا في الكلام وبيمزحوا، هو مستلذ وهي لا تدري أنه مريض القلب. ولكن إذا كانت محتجبة حجاب كامل، لم لا تظهر من مفاتنها شيئا ولا تكلم الرجال إلا لحاجة، سيعرف حدوده. إذن فالمرأة هي التي تحافظ على نفسها من التحرش. هذا من الأدلة، وهناك كثير والله كثير من الأدلة التي تعتبر أدلة غير مباشرة التي تفيد حفظ المرأة وصيانتها من الرجال، مثل قرارها في بيتها وقرنها في بيوتكن، حرمة تعطرها وحرمة الواشمة والواصلة والنامصة. الواشمة معروفة، والواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر، والنامصة التي تأخذ من شعر وجهها مش فقط الحواجب، من ضمنها الحواجب تأخذ من شعر وجهها للزينة، ومن البمحين الحواجب وبحطين لون، كل هذا من النمص الملعونات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحرمة ترقيق الصوت وتنعيمه مع الرجال الأجانب، وحرمة الحديث الطويل معهم إلا حسب الحاجة، وحرمة وضع ثيابهن في غير بيت أهلهن أو بيت أزواجهن، وهذا في حديث أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أهلها إلا هتكت سترة ما بينها وبين ربها، وحرمة تقليدها للكافرات الفاسقات، وحرمة مصافحتها للرجال، وحرمة النظر إليها من الرجال، وحرمة الخلوة بها، وتشريع المهر إشارة إلى عظمة ميثاق الزواج الذي يبيح لها كشف نفسها أمام زوجها. يعني هدف المهر كلياته ليش غالي؟ إشي 50,000 وإشي 100,000 عشان ينعرف إن المرأة غالي، وإنها لا تكشف نفسها إلا إذا تعب الرجل من أجل أن يصل إليها. مش اليوم بدفعوا مهر أو بدفعوش مهر وبأخذ كل شيء منهن، ولا واحد يعني تتحرك فيه ذرة الغيرة. وكذلك وجوب نفقة الرجال عليها لكي لا تضطر إلى الخروج إلى العمل وتخالط الرجال فيستغلها الرجال. وكذلك وجوب وكذلك حرمان الديوث من الجنة إن قصر في وعظ زوجاته وبناته، لا يدخل الجنة ديوث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الملح، لماذا كل هذه الأحكام بخصوص النساء؟ والله بسيطة، لأن النساء غاليات، والشيء كلما عظمت قيمته كلما ازدادت الوسائل على حفظه. عمرك شفت واحد مسك سبيكة الذهب رماها بالشارع؟ ولا بتلاقيها محصنة محفوظة بسناسل ذهب وأزعكة وضواء واتصال مباشر مع البوليس؟ ليه؟ لأنها غالية. لو أنه حجر وحدا بيطلع عليه، ليش الناس بيحتفظوش بالحجر زي ما بيحتفظوا في الذهب؟ ليش بيلقوش الذهب زي ما بيلقوا الحجارة؟ لأن الذهب غالي، فكذلك المرأة لأنها غالية في الدين، ولأنه يسهل التلاعب بها والوصول إليها والتحرش بها، لأنها لا تدري كيف يفكر الرجال، وجب حفظها وصيانتها عن الرجال الأجانب لكي لا يطمع الذي في قلبه مرض. الله عز وجل يطلب من أشرف النساء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول، ترقيق الصوت، مش بتتصل على المطعم ولا تتوصي وتنعم صوتها مع الرجل وهو أجنبي عنها، أو قد تمازحه وتضاحكه وهذا خطأ، هذا حرام. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مش بتشتغل مع شركات ولازم يتصلوا على الزباين، لما تتصل على الزباين بطلبوا منها أنها تكون رقيقة وتكون أنثى عشان تعرف كيف استغلال النساء. كل هذا عباد الله حفظا للمرأة من أن تضيع، حفظا من المرأة أن يتم استغلالها، لأن المرأة إذا فسدت فسد البيت كله. من الذي يربي الأولاد في غياب الأهل وفي غياب الزوج أثناء ذهابه للعمل؟ الأم. إذا فسدت الأم فسد البيت كله، بل فسد الزوج وفسد الجيران وفسد الأهل، وقطعت أرحامهم وقطعت الرجل عن زوجته إن لم تكن متدينة، إن لم تكن ملتزمة بالحجاب بأوامر الله عز وجل. ثم لماذا نبعد؟ تريدون أن تعرفوا نتيجة ما إن تبرجت النساء وأصبح كل شيء بحرية؟ عندكم الغرب مثال حي. بزال شو قاعد أجيب لك الأدلة العقلية؟ شوف حال الغرب، 100% من النساء في فرنسا تعرضن للتحرش. انظروا حالات الاغتصاب، احضروا الحلقة اللي اسمها تحرير المرأة الغربية للدكتور إياد الكنيبي، جاب أدلة وأبحاث منه هم بنفسهم بيقولوها كداش استغلال النساء، كداش التحرش بهن، كداش عمليات الاغتصاب، كداش عمليات الضرب، كداش أصحاب بيوت الإيجار بيستغلوا النساء في الزنا والنظر من أجل إنهن يعني بدل ما يدفعن الأجار تعالي تستغلج. كل هذا لأن المرأة غاد رخيصة، لأنها رخصت أصبح كل هذا الفساد في مجتمعهم، لدرجة أنه خلص بطلوا يشتهوا النساء، صاروا ينتقلوا للرجال وبعدها للأطفال وللحيوانات. هذا حال الناس، في ازدياد، في سعار جنسي وفي فساد عظيم، لأنهم تركوا وحي ربهم. ونحن معنا الوحي، إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي بناتنا وشبابنا
ويردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تب علينا، اللهم يا رب أنت التواب فتب علينا، اللهم أنت التواب فتب علينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الحياء، اللهم إنا نسألك الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا وردنا إليك. اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن من باب الأمانة العلمية، هناك خلاف فقهي بين تغطية الوجه وعدم تغطيته، ولكن كلهم متفقون على أن تغطية الوجه أفضل من كشفه، وكلهم متفقون على أن فقط الوجه أو الكفين، أما باقي الجسد فيجب أن يكون مغطى. وأقرب أنواع الحجاب إلى صفات الحجاب الشرعي ما يعرف اليوم بالحجاب الفرنسي، حجاب اللي فيه خمار طويل يغطي الأكتاف ومغطي للدبر، وهو فضفاض واسع لا يشف ولا يصف، وهو ثخين بحيث لا يعني لا يرى ما تحته. فنسأل الله عز وجل أن يهدي بنات المسلمين. إحدى المشاريع إن شاء الله التي سنقبل عليها في الأيام القريبة هو جمع مبلغ من المال لشراء كل ما يستلزم من ملابس شرعية وتوزيعها ولو بالمجان لكل امرأة تطمع بالحجاب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا ويردنا إليه مردا جميلا. وأنت أخي مقيم الصلاة أقم الصلاة.